طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي واللي متواجد في مقر اتحاد الكرة المصري عشان يقول لنا كل الأجواء وآخر الكواليس هناك ماشية ازاي. يا شريف مساء الخير عليك يا زميل أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل زي ما قلت أنا متواجد في اتحاد الكرة المصري، يمكن اتحاد الكرة المصري دعا لاجتماع طارئ في الرابعة عشرة، وبالفعل الاجتماع مستمر يمكن من الرابعة والنصف بالتحديد. كان اجتمع عدد مجلس الإدارة باستثناء يمكن الدكتور كرم كرجي علشان هو خارج البلاد، المجلس كله مجتمع من الرابعة والنصف، ودلوقتي الساعة السادسة والربع وإلى الآن لم يصدر قرارات من اتحاد الكرة. متوقع في خلال ربع ساعة أو ثلث ساعة بكثير هيكون في بيان من اتحاد الكرة المصري للرد طبعا على استفسارات النادي الأهلي أو زي ما النادي الاهلي سمى خطاباته بخطايا اتحاد الكره المصري، والشكوى اللي تقدم بها النهارده النادي الاهلي الى لجنه التظلمات لاتحاد الكره المصري. كل ده على مائده اتحاد الكره المصري في انتظار قرارات اتحاد الكره المصري. من المتوقع ان الاجتماع يخلص خلال قد ايه يا شريف؟ يعني انا متوقع كده من الكواليس 6:30 6:30 و5 بالكثير هيكون اتحاد الكره المصري اعلن القرارات، وهتكون على طول طبعا امامك امام مشاهدي قناه النادي الاهلي علشان خاطر يتابعوا معانا لحظه بلحظه كل اللي بيجري في اتحاد الكره المصري. يمكن خلاص احنا بنتكلم ثلث ساعه او ربع ساعه بالكثير باذن الله ويكون القرارات موجوده. متابعين وفي تغطيه خاصه وحصريه طبعا للشيخ قناه النادي الاهلي، اول ما القرارات تكون موجوده على طول هتكون معاك زميل امير. طيب شريف انا عارف ان انت شاطر ومجتهد جدا وعندك خبرات كبيره جدا، من خلال خبراتك واجتهادك في تواجدك في مقر الاتحاد المصري لكره القدم، هل قدرت تستشف الاتجاهات رايحه لحد فين؟ من خلال مثلا كلامك مع بعض اعضاء الاتحاد قبل الاجتماع، مع الحضور، هل في اتجاهات الامور رايحه لحد فين؟ طبعا شهاده كبيره ما من زميل امين طبعا ما تتكلم في حاجه زي كده تستحقها في الحقيقه. اتفضل. الحاجه الثانيه ان بالفعل في اعضاء اتحاد الكره منقسمين، البعض بيطالب ان تجرى باقي مباريات الدوري الممتاز قبل بدايه الامم الافريقيه من غير اللعيبه الدوليين. تمام. في توجه كبير في مجلس الاداره، كبير طبعا، ولكن هيحسم الامور ديت التصويت على ترابيزه الاجتماع بالسلب او بالايجاب، ولكن الاقرب يعني من خلال الكواليس اللي ممكن يعني ما تلاقيش مثلا يعني اغلبيه، ممكن ما يكونش فيها موافقه، يمكن علشان خاطر عامل الوقتي عدد اللعيبه الكبير في بقيه الفرق في منتخب مصر ما بين المنتخب الاول وبين المنتخب الاولمبي، يمكن دي حاجه. الحاجه الثانيه ان مواعيد زي ما علمت او كابتن شوبير اعلن نائب رئيس الاتحاد ان هيكون مد من الاتحاد الافريقي لمده اسبوع علشان خاطر القيد، دي ممكن كلها حلول تطرح بعد قليل. امبارح سربوا مواعيد الجدول يوم 22 و25 و29 كلها تسريبات طالعه من تسريبات، ما فيش اي قرار رسمي او اي جواب بيطلع خالص من اتحاد الكره الفتره اللي فاتت، مش عارف ليه يعني. المهم كمل. اتعودنا اتحاد الكره عودنا يطلع الاول يسرب الاول الخبر، يشوف رد فعله في السوشيال ميديا عامل ازاي، مع الانديه عامل ازاي، وبعد كده هو تلاقي القرار الرسمي. امبارح سرب ب 22 25 29، الدوري الجديد 17 9، لكن رسمي ما فيش، فاحنا منتظرين بعد ربع ساعه يكون في قرارات رسميه وتكون عندك اول باول، علشان طبعا مشاهدي قناه الاهلي يكونوا مطلعين على الاخبار اول باول. هنتواصل معاك اكيد يا شريف، بشكرك شكرا جزيلا، واكيد بعد قليل هنتواصل مع زميلنا العزيز شريف شعبان والمتواجد في مقر الاتحاد المصري لكره القدم عشان نعرف اخر القرارات، لو في قرارات رسميه هيطلعوها مش تسريبات بس زي ما هو بيقول، لان في الحقيقه الفتره الاخيره للاسف اتحاد الكره بيسرب بس اختبارات وتسريبات حاجات كده يعني للناس عشان نشوف الاراء تبقى ماشيه ازاي، حتى لما بيشوف الاراء ما بيطلعش قرارات رسميه يعني للاسف، لكن هنشوف الدنيا هتمشي ازاي.